مشاهدينا في كل مكان، صباحكم احلى مع بيتنا احلى. صباحك كل يا ندى. صباح الفرد عليكي تسليم على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النهارده الحقيقه هنتكلم عن ركن مهم جدا جدا في الاسره بين الزوجين. الركن ده لو حصل له شرخ او انكسر هيبقى صعب جدا انه يتصلح، عشان كده لازم نحافظ عليه باي شكل من الاشكال، وما نسمحش للشيطان انه يدخل من خلاله او من خلال المساحه دي ابدا. الركن ده هو ركن الثقه ما بين كل زوجين وبعض، وفي الواقع في حاجات كتير وفي اشياء كتير بتعزز الركن ده ما بين الزوجين، وفي المقابل برضو في اشياء ومواقف وافعال واقوال بنلاقيها بتصب في هد الركن ده. وموضوع الهدم ده الحقيقه مش بيجي ما بين يوم وليله كده وخلاص، فعلا ما بيجيش بين يوم وليلة. تسليم المواضيع دي بتاخد وقت، عشان كده المولى سبحانه وتعالى بيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشك اللي هو عكس الثقة مش هيجي إذ فجأة كده، لا يا جماعة، ده هيجي لأنك كراجل أو أنت كمرأة سمحتي أن الشيطان يدخل ويدخل معاه الشك كمان في قلوبكم، وكتير جدا جدا بيطلع أوهام في الآخر ما بيبقاش حقيقة ومشاكل كتير تحصل. وبنلاقيه يعني بيهد بيوت كتيرة جدا، وشفنا بيوت ياما وجات لنا رسائل بيوت ياما بتتهد ولا قدر الله تتخرب عشان شك أو وهم دخل للحياة الزوجية. ومن أهم وسائل الشيطان هو أنه يوهم أحد الزوجين أن الطرف الثاني بيخونه، وأنه يبدأ بقى يدور وراه ويبدأ ينتهك في خصوصيات زوجه أو شريك حياته، خاصة دلوقتي سواء كان الزوج أو الزوجة يبدأوا يتجسسوا على بعض من خلال أن هم يتتبعوا بعض على السوشيال ميديا، على لمين الباسورد بتاعه إيه وهكذا. فعلا، ودي نقطة مهمة جدا، سواء بقى بيعمل أو هي اللي بتعمل أكاونتات مش صحيحة أو فيك زي ما بنقول عنها، أو بيعملوا هاكرز على بعض، بقى هو بيعمل على مراته وهي بتعمل عليه وتاخد الباسورد من زوجها سواء برضا أو غصب عنه بالنسبة لها بيبقى عادي، أو بتنزل بعض التطبيقات وما أكثرها دلوقتي عشان تتبع زوجها وهو كمان يتبعها. وبعدين طبعا لما يعترض واحد منهم على الموضوع ده ويقول دي خصوصياتي، فالكلمة المشهورة اللي بتتقال في الموقف ده خصوصيات إيه يا جماعة؟ مفيش خصوصيات ما بين الزوجين. بالظبط كده. أو أنتي أو أنت خايف من إيه؟ المفروض أن أنتوا ماشيين على الصراط المستقيم، فكل واحد يبدأ يقول للتاني الكلمة دي. السؤال برضو للي عايز بقى ينتهك خصوصيات الطرف الثاني، انت او انتي مش واثق فيا ليه؟ يبدأ بقى الطرف الثاني يقول كده. مش الاصل في العلاقة ما بيننا انها تقوم على الثقة، واي حاجة تانية المفروض انها ما تبقاش موجودة بيننا، وتبدأ بقى العوارض تدخل ما بين الحياة الزوجية وما بين الثقة ما بين الزوجين. فالحقيقة ما ينفعش ابدا ابدا لو في عارض او في حاجة كده مش مفهومة نبني عليها، والاستثناءات مش هي الاساس، لان كده هتدمروا البيت. ده اول طريق دخول الشك ما بين الزوجين، هو اننا نقيس على العارض ونبدأ نقول اكيد في خيانة بتحصل في الوقت ده. عن الخصوصية بين الزوجين في حياتهم الزوجية هنتكلم معاكم النهاردة ان شاء الله بإذن الله، يكون نقاش ثري. خلينا نطلع معاكم لفاصل قصير ونرجع نبدأ معاكم حلقتنا. We'll be right back.